مأساة غزة الإنسانية ومحاولات تهجير سكانها، خطط إسرائيلية اصطدمت بصمود فلسطيني ورفض مصري قاطع. مع أول قذيفة أطلقها جيش الاحتلال تجاه غزة قبل 47 يوم، ظهرت نوايا إسرائيل الحقيقية من هذه الحرب. فتل أبيب كانت تأمل في دفع الفلسطينيين لمغادرة بيوتهم وأرضهم لتكمل مخططها في تهجيرهم إلى سيناء. لكن هذه المحاولات الإسرائيلية لم تبدأ في 7 أكتوبر، بل يرجع تاريخها إلى نحو 75 عام مرت خلالها مخططات التهجير بمراحل عدة، اصطدمت كلها بصمود فلسطيني قوي وموقف مصري رافض وثابت. محاولات التهجير القسري لسكان غزة عادت للواجهة بقوة خلال الفترة الأخيرة بعد الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي على القطاع وسقوط ما يقرب من 15,000 قتيل، أكثر من ثلثهم من الأطفال. وهذه المرة شاركت بها مؤسسات رسمية مثل وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، والتي أعدت مخططاً كاملاً لعملية النزوح إلى سيناء، أو مسؤولين حكوميين مثل وزير المالية سموتريتش الذي وصف الإخلاء المقترح بالهجرة الطوعية. ورغم الزخم الكبير الذي اكتسبته دعوات التهجير مع انطلاق الحرب في غزة، إلا أن مصر نجحت بشكل كبير في إحباطها والتصدي لها، بل وانتزاع مواقف دولية وأقليمية ترفض تصفية القضية الفلسطينية خاصة على حساب دول المنطقة. التحركات المصرية لم تؤدي فقط إلى إحباط مخطط التهجير، ولكنها نجحت كذلك في إحداث تغيير نسبي بمواقف عدد من الدول الكبرى مثل فرنسا، التي تحولت من الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي إلى تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى الدور المصري الهام في الوساطة التي نجحت في إتمام الاتفاق حول هدنة في غزة، تسمح بتبادل المحتجزين ودخول المساعدات إلى كافة مناطق القطاع لمنع تصاعد الكارثة الإنسانية الحالية.